بينا نروح لأخبارنا الفنية، وأول خبر معانا بيقول بعد 6 سنين وتحديدا بعد فيلم على جثتي، فنان حسن حسني هيلتقي بالفنان أحمد حلمي في فيلمه الجديد خيال مآتة، واللي المفروض هيكون في دور العرض السينمائي في عيد الفطر اللي جاي. والفيلم بتدور أحداثه حوالين مهندس ديكور هيكون شخص شكاك للغاية في التعامل مع اللي حواليه، وهتدور الأحداث في إطار كوميدي اجتماعي، وطبعا هيعتمد على ارتجال وخفه دم حلمي اللي متعودين عليها، وهيشارك في البطوله الفنانه منى شلبي وخالد الصاوي ولطفي لبيب، وهيكون من تاليف عبد الرحيم كمال، وده بيكون اول تعاون بينهم في السينما من اخراج خالد مرق. اول مره تقولي ها حاجه عمل فني اعرف كل الممثلين هيمثلوا فيه. لا تقسيمه كبيره بقى لشريف، طول النهار تقول حاجات وانا مش عارف مين الممثلين اللي بتتكلم عليهم اصلا، يعني اول مره تقول عمل انا عارف كل اللي هيمثلوا فيه. لا وان شاء الله ان شاء الله بقى يعني انا بحب قوي افلام احمد حلمي، وما بيكون معاه طبعا منى شلبي والنجم الرائع حسن حسني، فاكيد هيبقى فيلم يكسر الدنيا، وكل التوفيق ليهم.